السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر عرين بالحلقة الخامسة من سلسلة كيف تبني كمبيوتر بنفسك. الحلقة هاي رح تكون عن الستورج اللي هي اللي بتخزن، وين بتخزن المعلومات والبرامج والويندوز تبعك. إذا ما حضرت الحلقات اللي قبل، الحلقات اللي قبل اخترنا فيها المعالج والمذر بورد والرامات كلها متصلة مع بعض، فروح احضرهم أول شيء عشان أفرجيك خطوة بخطوة كيف تختار القطع عشان تكونوا متكافئات مع بعض ونبني جهاز كثير مرتب. وإن شاء الله راح أشرح بهذا الفيديو عن أنواع الستورج وكفاءاتهم. خلينا نبلش. وبعد ما اخترنا المعالج والمذر بورد والرامات، حان الوقت إن نختار وين بدك تخزن جميع معلوماتك بالميموري الدائمة اللي هي الستورج. وبتيجي أنواع. أول نوع رح يكون الهارد ديسك. الهارد ديسك مرات في اختصار له HHD واللي هو الهايبريد هارد درايف. والنوع الثاني رح يكون الـ SSD. والـ SSD فيه نوعين، SATA والـ M.2. خلينا نبلش بالنوع الأول. النوع الأول هو الهارد ديسك. الهارد ديسك أقلهم كفاءة وأقلهم سرعة وأقلهم سعر وأكبرهم حجماً. يعني الحجم بيجي اكبر من الاس اس دي بس سرعته اقل وسعره اقل. وحدات التخزين بتيجي اغلب الاحيان حاليا 1 تيرا بايت 2 تيرا بايت 3 تيرا بايت او 500 جيجا بايت 250 جيجا بايت وهكذا. لما بدك تختار الهارد ديسك، هارد ديسك الناس بيختاروه لانه بتقدر تشتري مساحات اكبر بسعر أقل عشان تخزن عليه صورك فيديوهاتك، مش بحاجة إلى سرعة كثير فائقة للقراءة أو الكتابة. نيجي للنوع الثاني اللي هو الـ SSD، وهو أكثرهم هلأ شيوعاً صار يستخدمه لأنه حجمه أقل وسرعته كثير فائقة. زي ما حكيت الـ SSD فيه نوعين، SATA وبيجي الـ M.2. لما أحكي SATA معناته بده وصلة للـ SATA وبرضه بده وصلة للباور. الـ M.2 ما بيجي بده وصلات، بتنشبك مباشرة مع المذربورد. خلينا نحكي عن الـ SSD SATA، بيجي حجمها أقل بكثير من الهارد ديسك وسرعتها أكثر بكثير من الهارد ديسك وسعرها أكثر من الهارد ديسك، والناس بتستخدمها حاليا لأنه سعرها مناسب وسرعتها كثير فائقة وبيجي حجمها أصغر من الهارد ديسك. والنوعية الثانية وهي الأفضل نوعية الـ SSD M.2 اللي هي قطعة كثير صغيرة بتيجي حجمها هيك تقريبا وسعرها أغلى بس سرعتها كثير فائقة، بتصل لسبعة جيجا بالثانية وسعرها أكيد أغلى منهم لأنه كفاءتها كثير أعلى. وهنا أكثر الاختيارات بتكون لما بدك تشتري SSD M.2 بيشتروها فقط بعض الأحيان إنك تركبها على المذربورد عشان تحط عليها الويندوز، وهيك انت بصير تشغل الويندوز بشكل اسرع لانه سرعته بتيجي من 3 جيجا بالثانية الى 7 جيجا بالثانية. بالملخص المفيد، عندنا نوعين HHD وعندنا SSD، وعندنا الـ SSD نوعين SATA والـ M.2. HHD SATA SSD والـ M.2 اللي هي الـ SSD M.2 افضلهم، واسعارهم نفس الشيء، HHD أقل سعر، SSD SATA سعرهم متوسط، والـ SSD M.2 أغلى واحدة وأسرعهم. هلأ لما نيجي إحنا نختار للكمبيوتر، بعض الأحيان بنعمل combination، يعني بنختار ثنتين نوعيتين. أول نوعية رح نختار للويندوز اللي هي الـ M.2 عشان أكثرهم سرعة، عشان يصير عندك كفاءة الويندوز وتشغيل البرامج أسرع. بيختاروا تقريباً 500 جيجا بايت او 1 تيرا بايت حسب الاستخدام، حسب ما انت شو بتختار، وبحطوها مباشرة بركبوها على المذر بورد، وبفرجيك كيف تركبها على المذر بورد ان شاء الله بحلقة لما نركب الكمبيوتر. والخيار الثاني اللي بيختاروه مع الـ SSD M.2 يا بيختاروا SSD SATA لانه سعره اقل وبس بيستخدموا للتخزين، او افضل خيار هو الـ HHD. والخيار لإلك طبعا، إذا أنت حاب تصرف مصاري أكثر على الـ SSD SATA عشان تخزن عليه معلوماتك، هذا إشي برجع لإلك. بس الـ HHD بقوم بالواجب وبسعر أقل ووحدة تخزين أكبر بنفس
السعر الاس اس دي. فاختيار الستورج كثير سهل جدا، عندك بس خيارين اس اس دي او اتش اتش دي، وبرضه بدك تعرف انت قديش المساحه بدك اياها. اذا انت بتستخدم فيديوهات كثير والالعاب وبتنزل كثير ابلكيشن وبدك وحدات تخزين كبيره، بدك 2 3 4 تيرا بايت وحده تخزين، وبدك وحده بجوز اس اس دي ام دوت 2 للويندوز من 500 جيجا بتكون كفايه، ويفضل حط 1 تيرا بايت. مش غلط حبايبي، الحلقه كانت كثير سريعه لانه في معلومات كثير بنقدر نخوضها، بس احنا حبينا نعملها كثير سهل وبدون تفاصيل. اذا عندك اي استفسار او اعطيناك اي معلومه خاطئه، عادي جدا اكتب لنا اياها بالكومنت وان شاء الله بنصحح لكم اياها. الحلقه الجايه ان شاء الله راح تكون على الباور سبلاي اللي هو الموزع الطاقه، راح نحكي عن احجامه كفاءته وقديش وات بتحتاج الكمبيوتر انت بتستخدمه. ان شاء الله نشوفكم في الحلقه اللي بعديها، نراكم لاحقا.